يعني شوية يعني هو قال لي يعني لو كان عالجتي من قبل وكان راك وليتي أحسن كنت قادرة يعني كنت قادرة. هذه النقطة اللي الدكتور اللي حاب نهضر عليها بشكل أساسي. إكرام، أنت لما كنت هنا في الجزائر يعني ومشي باش ماشي حاجة جديدة نحكوا أنه التكفل الطبي في الجزائر بالمحروقين بضحايا الحروق كارثة، ولكن أكبر دليل أنه لما رحتي لتركيا قال لك الطبيب أنه لو كان عالجوك بشكل صحيح كي كنت صغيرة، كي كان في عمرك 9 سنوات، لا 10 سنوات، 10 سنوات لو كان ما راكيش في هذه الحالة، لو كان على الأقل كانوا قادرين يسوفي دي باختي بزاف من وجهك. يعني كما نقولوا كنت قادرة نولي أحسن من اللي كنت في الأعوام اللي فاتوا. كما نقولوا بسبب الكذب والخداع، ويعني كما نقولوا كذب قعدت هكا وصفريت 7 سنين وسبع سنين أنا نخرج. والحاجة اللي تغيضك يعني ما جات من الناس اللي برا، جات من أقرب الناس إلي، يعني اللي كنت دايرة فيهم ثقة عمياء، ثقة عمياء كانوا كذبوا عليا وقالوا لي لا حتى 18 حتى 18 سنة باش تقضي تعالجي. وياك يعني كي رحت للطبيب وكاع وزدت يعني ماشي غير هذا الطبيب، كنت شفت طبيب واحد اخر قال لي علاش خليتي روحك هكا، يعني علاش قعدتي حتى لدوك. تسمى كل يعني كيفاش كذبوا عليك اكرام؟ هذاك العام كانوا بزاف ناس حابين يعاونوني، كانوا بزاف ناس قالوا حنا نتكلفوا بها، يعني غير نجروا لها غير على كوارطها حنا نتكلفوا بها واش يكون من المال من كلش. يعني ما رحموك ما رحموك ما خلوا رحمه ربي تنزل. هما هاد الاشخاص قرب منك من العائله بشكل كبير، ماشي خوك يعني باش الناس باش يكونوا عارفين انه ماشي خوها، ماشي خوها يعني راهي تحكي على شخص اخر، يعني ما كنا نحكوا عليه باش ما باش ما نديروش يعني ماشي غير واحد هذا، يعني كي شفت ويعني كما يقولوا حوست وقلقت العائله كاع. خلينا من جهه الاب، الاب انا اصلا ما اصلا تحيته من العوام اللي فاتوا. من جهه الام، الام كان هما السند تاعي، يعني الامل تاعي، افراد تاعي اللي كانوا قاعدين باش يعاونوني باش يوقفوا معايا، باش لقيتهم هما اللي كذبوا علي اكبر كذبه في حياتي. يعني الاب تاعي صح غلط ودار واش دار، بصح كنت هذاك العام قادر نعاود نولي كما كنت واحسن من اللي كنت، وما نعيش هذا العذاب اللي عشته 7 سنين. نخرج يعني كما نقولوا نعيش كوحش في المجتمع الجزائري. يعني كانوا قادرين سنين انا نتعذب قدامهم 7 سنين، وانا نشوف منهم نشوف يعني مقابلتهم 7 سنين، وانا نتلاقى بهم 7 سنين، يعني كلينا ملح واحد هكاك، ما قدروش يقولوا لي الصح، يعني كملوا في الكذبه تاعهم هما من راسهم. يعني باش يفهموا الناس، هما من راسهم قالوا لك العمليه تاعك ما تقدريش ديريها حتى يولي في عمرك 18 سنة. وهذا الامر غير صحيح. كي حكمتهم وقلت لهم علاش درتوا فيا هكا، يعني علاش خليتوني نتعذب قدام عينيكم وساكتين ونورمال، يعني ما جاتكمش، يعني انا كيما بنتكم، يعني كيما ما منو كان مانيش بنتك قادر تحس بيا لو كان شويه، يعني عاشوا الظروف اللي عشتها انا. يعني صح بزاف ناس جاوا قالوا لي علاش قعدتي كاكي طولي لي، كل ما تطولي كل ما تصعب، يعني العملية تاعك ماهيش حتنجح ولا بعيد الشر. وانا دائما ما كنتش نأمنهم، باسكو علاش كنت مأمنة هادو الناس اللي جاو قالوا لي حتى 18 سنة، كنت دايرة فيهم ثقة عمياء، كنت دايرتهم يعني واش يقولوا هما، يعني الكلام تاعهم هو الاولاني توجور.
يعني ما كنتش كاع سمعك، ما كنتش كاع دايره في راسي هذوك الكلام الخارج. يعني تهضروا تنجح ولا ما تنجحش كلام يعني زائد. انا كنت دايره ثقه عمياء في هادو من الناس. كي واجهتيهم كيفاش؟ بالعياط بديتي تعيطي؟ اه باسكو علاش انا كي عرفت، هذه عندها سمانه، انا كي عرفت انا كي عرفت يعني عرفت غير سمانه. مام كي قال لي الطبيب هذا قلت بالك ما على بانيش، يعني ما درتهاش في راسي ديك الدقيقه. كي جيت للدار وكاع وقعدت واتصلت وتعرفت وكاع حسيت نحوس هذا الامر. كي قعدت نحوس ونبحث كما يقولوا عرفت بلي كلش كذب. واش قال لي الطبيب، واش كان يقول لي الطبيب من العوام اللي فاتوا كان كلش صحيح، هما اللي كذبوا عليا. طيب الطبيب في تركيا عطاك امل انه امل كبير انه ولدك يولي سليم 100%؟ قولي لي كيفاش قال لك، يعني من قبل شرحتي لي برك باش الناس يعرفوا، واش قال لك ندير لك في وجهك؟ اه قال لي كيما عينك نرجع حالك هكا، يعني عينك كيما تستغرق غير مجبوده. اي مجبوده كيما هنا هنا في رقبتي هنا تانيت وهنا وصبعتي هي سيباري معهم لي. قال لك نسيباري لك صبعتك؟ اه طيب. ونحي لي شحم من كرشي ودير لي في وجهي. بس كلو كان تطولي بهذا الشكل لابو تاع وجهك تتقطع لانه يبسط. باسكو يبسط هذا الشيء اكيد فرحك. اه ايضا اكيد يعني لانه يتسنى فيك حياه امل. اه امل كبير بالنسبه أمل لي جديد، ولكن يعني هذا الامل باش يتحقق وانا على بها اصريت انه نشوفك قبل ما نخرج كونجي لانه التكاليف العمليه هاي عندنا دوك فاكتور برو فورمال، لانه من قبل كانوا كاين بزاف ناس من كل دول العالم يسيو يعاونوا اكرام يسيو كل حد باش يقدر يعني، واغلبهم بالكلام يعني باش ما كانوا يحبوا يطلعوا لها المورال، ولكن ما كانش عندنا فاكتور وين فيها دليل ولا تقرير طبي على اساسه تتلقى اكرام المساعدات. اكرام ما تلقت ولا مساعده من ظهورها الاول الى غايه اليوم، لانه ما كانش عندنا فاكتور، ما كانش عندنا مونطون تاع عمليه الجراحيه اللي ديرها، ومن وهذا هو سبب حضورها معنا، لانه احنا جبنا لا فاكتور ومستعدين باش نعطوها لكل الاشخاص اللي راهم حابين يعاونوا اكرام. دوك تشوفوا رقم الحساب البنكي تاعها راح يظهر اسفل الشاشه، اضافه الى رقم الهاتف تاعها، وحتى الجزائريين المتواجدين في الخارج دوك نديروا لكم كذلك سي سي بي يعني خاص يعني ان كونت اونورو باش يستقبلوا المساعدات، وان شاء الله ما تبخلوش على اكرام يا لو كان بانوغو بدوزوغو، يعني لانه كل هذه الاشياء راح تصنع الفرق. المونتون تاع العمليه تاعك هو 12000 اورو كومام، يعني انا على بالي بلي كنتي كي خوك ما عندكمش هذا المبلغ ومستحيل توفروه، يعني وما كاش لي يوفروه الا خاوتنا والجزائريين اللي راهم يشوفوا في هذه الحلقه، وان شاء الله تكون صدقه على انفسكم، صدقه على اولادكم، على والديكم، على اهاليكم، يعني وتكون كذلك اعطاء فرصه لاكرام باش تعيش مره واحده اخرى، لانه مازالها صغيره بزاف وامامها حياه طويله عريضه ان شاء الله تعيشيها، وان شاء الله نفرحوا معك. وشنو اللي زعفت عليك دركا كي قلتي كلمه قلتي انه انا راني وحش في المجتمع الجزائري؟ نعم يوسف، انا نفهم لي رياكسيون تاع الناس كي يشوفوك برا، راني فاهمك 100%، من حقك تقولي هذا الكلام، يعني باش ما نغطوش الشمس بالغربال ونقولوا مازالوا الناس الى غايه اليوم، لانه هذه هي الدنيا، الدنيا فيها ناس متربيين، ناس ماشي متربيين، ناس رحماء، ناس ماشي رحماء، فيها ناس فاهمين وفيها ناس ماشي فاهمين، ولكن اهم حاجه انه انت لداخل كي تكوني تشوفي في روحك ما تشوفيش روحك على اساس انك وحش. مهم انت كيفاش تشوفي روحك، الناس كما قلت لك الناس بصحتهم لاباس بهم ويعايروهم يقولوا لهم اي كلام، لانه هذه هي الدنيا، الناس ماشي متربيين موجودين في كل مكان، ولكن المهم انت ما تتهزيش من هاد الهضره، صدقيني والله العظيم غير ماشي زعما كي راكي قدامي ولا هدرتي انا برك، يعني قال لك يروح الزين ويبقاو السمايم، مازالوا فيك سمايم الزين، وعلى بالي بلي في تركيا يقدروا يعالجوك ويديروا لك حل من حل، وماشي عمليه واحده، عده عمليات، هو مشوار طويل من العمليات، ان شاء الله راح نرافقوك فيها كامل، وشنو برك كوني صبوره، يعني كوني صبوره وتحملي لانه النتيجه اكيد راح ترضيك، يعني وحنا نعطينا للمشاهدين ارقام الهواتف وارقام الحسابات البنكيه المخصصه لاكرام باش
باش تتبرعوا لها يعني. وصدقوني يعني بالك مرات الانسان يتاقل انه يروح بالك يفرسي دراهم ولا، ولكن كلها صدقوني انها راح تنقذ حياه اكرام. وان شاء الله التبرعات تكون كيما التعليقات وكيما نسب المشاهده القياسيه اللي حققتها اكرام، ان شاء الله ما تكونش سودان برك يعني. تنوض صباح تروح لابوست فيرسي هذيك لاصوم صغيره، اكيد انه راح تعاود ترجع لك بشكل من الاشكال، ترجع لك في الدنيا وترجع لك في الاخره بحول الله. كسمك كاينه حاجه كي حابه تقوليها؟ اهم حاجه انك رحتي لتركيا وجيتي جبتي لي حلقومه. يعطيك صحه.